عبر سكايب. مستر مانويل، مبروك الفوز والثلاث نقاط للنادي الاهلي النهارده. Pois, parabéns, parabéns ao Al-Ahly. Fala, mabruk Nadi Al-Ahli. E parabéns por esta vitória sofrida, digamos assim. Mabruk للفوز اللي كان فيه معاناة شوية. Digamos que acabou por ser justa. لكن الفوز كان عادل. O árbitro cometeu dois erros na minha opinião. أنا شايف إن الأهلي na primeira parte, كان فيه خطأين. A penalti contra o Al-Ahly porque o Rami Rabia penalty, o braço empurra o jogador adversário e faz penalti que o árbitro não deu. كان في ممكن كان في اشتباه في بينالتي على الأهلي. O cruzamento Rami Rabia é marcado do lado esquerdo. E o jogador, o último jogador, وكان في فاول بيتلعب من ناحية الشمال واخر لاعب كان كان في كوره ما كانتش اوف سايد ما اتحسبتش الهدف. انا مش شايف ان اللي لعب الكوره هو ما كانش اوف سايد، بس ده كان من الزاويه اللي بشوفها عندي في التلفزيون. فشايف ان التحكيم مش متاكد، بس ما كانش التحكيم على احسن وجه. وادي ديج في اخر دقايق كان كان في اخر دقايق في الشوط الاول كان عنده فرصه ان يجيب هدف، لكن بعد كده ما كانش عنده اي فرص لاحراز اهداف غير الفرصه دي. الاهلي دخل قوه جدا في المباراه وضغط في كل الملعب في كل المساحات، ضغط على فريق منافس ما سابوش يطلع من منطقته. كان في فرصه لمروان ان يحرز فيها هدف ما حرزش، وكان في فرصه ثانيه في الدقيقه السابعه بشغل ممتاز من نمره 22 في اليمين، كان ادى فرصه كبيره للاهلي يحرز هدف. وبعد كده على الدقيقه 15 في الشوط الاول الاهلي بطل يعمل الضغط بتاعه، ووادي دجله جات له فرصه، لكن الاهلي بطل دخل يضغط الضغط المتقدم بتاعه وبطل يكون منظم في الملعب لغايه بعد قبل نهايه الشوط الاول بسبع ثمان دقائق. اللي كان ماسك المباراه من غير ما يشكل اي خطوره كان هو وادي دجله اللي اتحكم في المباراة. كانت مفاجأة ان يلعبوا 4-4-2 بصورة واضحة، ما دفعوش بزيادة عن اللزوم، لعبوا كرة كويسة بفرقة كان عندها فلسفة تنافسية، فرقة بتلعب في المركز ال 12 في الدوري لكن بتلعب بصورة تنافسية وبقوة. وكان في البينالتي الشغل بتاع النادي الاهلي كان من ناحيه الشمال كان ممتاز بالعرضيه بتاعه جيرالدو، ومروان انهى الهجمه بجول ممتاز براسيه. لكن معظم الوقت اللي كان في 10 دقائق 15 دقيقه اللي بتكلم عنهم الاهلي كان قوي طول الوقت ما عدا الاستثناء اللي 15 دقيقة. الوادي دجلة سيطر فيهم على المباراة 15 دقيقة دول. فالمباراة كانت عادلة ونتيجتها عادلة. ده رأيي بس اللي بتكلم فيه. ممكن الأساتذة المحللين يكون لهم رأي ثاني كباتن، لكن انا اشتغلت في وادي دجله كمستشار فني، ففي كمان ود ناحيتهم، لكن النادي بتاعي هو النادي الاهلي طبعا. انا شايف ان في رايي كان في قرارين سيئين للحكم، انا مش متاكد منهم، لان انا ما شفتش الكره من جميع النواحي. لكن هو مباراة كويسة. الشوط الثاني كان فرص أقل لإحراز الأهداف، كان بعد كده الأهلي ابتدى كويس جدا، لكن ابتدى الأداء يقل لما وادي دجلة ظهر أحسن وقرب أكتر من 18 بتاعت النادي الأهلي مرات كتيرة. ده خلاه
يحرز الهدف اللي اتلغى، لكن بعد كده ال 2-0 النادي الاهلي اللي جاب فتحي اللي جاب جون ممتاز وكل الفوز بتاع النادي الاهلي. هما اللعبتين عموما اللي بيتكلم عليهم مستر مانويل هنتكلم عليهم مع كابتن ناصر عباس في نهايه الاستوديو التحليلي النهارده، ولكن اللعبتين عليهم كلام كبير جدا، واعتقد ان الحكم كان مصح في قراره. مستر مانويل كنا عايزين تقييمك لاداء النادي الاهلي في النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه على مدار الشوطين. الاهلي مع 2 راس حرب زي ما لعب النهارده. مروان اللي كان احرز هدف وهو اللي كان فعال اكثر. النهارده ما كانش اليوم بتاعه حراس الحرب الثاني. باجي ما كانش اليوم بتاعه النهارده. المباراه ما كانتش جيده بالنسبه له. مروان كان اقرب من المرمى عنه وكان بيتمركز احسن وكان متمركز احسن منه عشان يقدر ينهي الهجمه اكتر من باجي. باجي النهارده ضيع جون في الدقيقه 71 كان اهم دقيقه انه يحرز فيها. وبقيت بقيت المباراة الأهلي زي ما لعب أساسا باثنين راس حربة خلق فرص أكثر لإحراز الهدف، لأن الظهور الأكثر للأهلي مع اثنين لاعبين أقوياء وطوال قدام. على الرغم من ان بادجي ما كانش في احسن مستوى ليه النهارده، ده من الماتشات كلها اللي شفتها له، الماتش النهارده كان اسوأهم بالنسبه له. Nos últimos dois jogos, portanto, no jogo anterior ganharam 1-0. الماتش اللي فات الاهلي قبل اللي فات الاهلي كسب 1-0. والنهارده في الشوط الاول جاب الهدف واحرز 1-0. فالفرقه راح دخلت غرفه تغيير الملابس بين الشوطين مرتاحه نفسيا اكتر ورجعت بثقه اكبر للشوط الثاني. انا شايف ان مروان هو كان النهارده اهم لاعب في المباراه النهارده من رايي. هل التغييرات اللي عملها مستر فايلر الشوط الثاني غيرت على اداء النادي الاهلي كناحيه ايجابيه؟ فعلا الريتم التنافسي اتحسن كتير والضغط على الخصم اتحسن جدا والاستحواذ على الكره كمان اتحسن. وفي حاجه قلتها قبل كده في الثلاث مباريات اللي فاتت، وليد سليمان دخل لعب في مركزه ما ظهرش قوي في المباراه دي زي المباريات اللي فاتت، لكن اهم حاجه انه لعب في المركز بتاعه اللي بيلعبوا فيه اللي بيلعب فيه اقوى منه انه يلعب في المراكز اللي على الطرف. فكان التغيير كان تغيير صحيح لان هو بلاي ميكر، هو منظم للعب، هو مش وينج. واحمد فتحي كابتن الفريق دخل دخول كويس جدا من ناحية اليمين، هو قوي لاعب قوي عمل عرضيات كويسة وزود القوة الهجومية للنادي في آخر تلت من الملعب في 18 بتاع وادي دجلة. فأنا شايف أن التغييرات كانت صحيحة والأهلي فاز وفاز وفاز فوز كويس. يمكن كانت طريقة اللعب النهاردة فيها ضغط شوية على اللاعب حمدي فتحي في نص الملعب، لأن هو كان هو الوحيد اللي في نص الملعب اللي بيمتاز بأداء الخطط الدفاعية أو الطرق الدفاعية، ولكن شفناه لحد الدقيقة 94 بيكمل ورا الفراودة ويمكن جاب جول صعب جدا من قذيفة صعبة جدا، يعني كانت صعبة على الجول حتى إن هو يشوفها أو يروح لها. فإيه رأيك شفت إزاي جول حمدي فتحي وشفت إزاي تطور اداء حمدي فتحي خلال الماتشين اللي فات؟ هو كان كويس طول المباراه كلها.
ما كانش بس اللحظة 94 هي لحظة كان فيها إلهام لي إنه يشوت هو شاط بقوة وكان فعلا قاصد على يلعب على الزاوية ديت مش شاط وخلاص فالشوطة راحت بصورة صحيحة على الزاوية اللي هو عايزها وكان جون ممتاز أنا شايف إن الهدفين الأهلي هما أحسن من أحسن لحظات المباراة لكن قرارات الحكم كانت أسوأ لحظات في المباراة. ايه اهم ايجابيات النادي الاهلي النهارده؟ الاهلي كان في وشين للاهلي في الشوط الاول كان خلق فرصتين ثلاثه لاحراز الهدف ما قدرش يستغلهم ويحرز منهم اهداف لكن بعد كده في اخر جزء من الشوط الاول خلى وادي دجلة تسيطر على المباراه وادي دجلة كان خد شوية مساحات في آخر 15 دقيقة بعد ما كان الأهلي ضغط كل المساحات عليهم وخلوهم يلعبوا براحتهم في الفترة دي بعيدة عن الفريق الأهلي من غير الضغط والشوط الثاني كان نفس الحكاية الأهلي دخل كمان مرة ثانية بقوة جدا في بداية الشوط الثاني وبعد كده الريتم بقى أبطأ في الضغط على الفريق المنافس وخلاه يديله فرصة للعب وادي دجلة بعد الهدف الملغي النادي الاهلي صحي تاني للمباراه وسيطر تاني على المباراه وبعد التغييرات اللي ادت رتم اكتر وزي ما قلت من شويه وقوه اكتر نص الملعب وخط الهجوم في النادي الاهلي وانتهت بجون ذكي وادى السعاده للاهلي وانهى المباراه بهدوء وبإرادة كبيرة عند النادي الأهلي اللي خلت الأهلي يبقى أقوى في النهاية بعد ما إدى بعض الفترات الفرصة لوادي دجلة اللي كان بيدافع بال 10 11 لعيب منتظر النادي الأهلي يقرب عشان يكسب الكورة في عنده حاجة مهمة جدا لا وادي دجلة ما كانش بيستغلها اللي هو الوينج اليمين بتاع وادي دجلة 22 لاعب قصير هو اسرع لاعب موجود في الملعب وادي دجلة لعب في الكورة في العمق في أول في أول مباراة اللي خسرها في الآخر لكن هو عدى كل الناس بسرعته لكن بقية المباراة كلها ما استغلوش سرعة اللاعب دوت كانوا دايما على الناحية الشمال ما هجموش خالص من ناحية اليمين وهم لو كان وادي دجلة استغل سرعة اللاعب دوت ناحية اليمين وعملوا هجمات أكتر كان ممكن يعملوا خطورة على دفاعات النادي الأهلي لأن احنا بنرجع تاني نقول ان مركز الدفاع في رامي ربيعه وياسر ابراهيم لاعبين واقفين في مكانهم كان عندهم بس بعض الاخطاء النهارده ان هم في التمركز وفي المراقبه الفرديه واتمنى ان الحاجات دي تتعدل قبل ما يلعبوا في المغرب لان الاهلي لازم يكون قوي جدا دفاعيا عشان يقدر يهاجم بامان اكتر. يمكن انت اتكلمت عن الاستحواذ بالنسبه لفريق وادي دجله ولكنه في معظم المباراه كان استحواذ سلبي يعني بدون خطورة على المرمى يمكن النادي الأهلي هو اللي كان أخطر على المرمى. فعلا ان وادي دجلة ما خلقش اي فرص لحراز الاهداف لكن الاهلي سابهم يدوروا الكوره وهو ده اللي كنت بتكلم فيه لكن معظم الشوط الاول اللي كان متحكم في المباراه كان النادي الاهلي وادي دجله كان ليه فرصه واحده بس في بدايه الشوط اللي الشناوي صدها
مش فوي تيبا بولا موت ماش تيمبو دوك تيبا بولا علي. لكن في انا بتكلم في 15 دقيقه ديت ان كانوا معاهم الكوره وقت اطول من الاهلي الاستحواذ بتاعهم. وكمان في اخر 15 دقيقه في وسط الشوط الثاني قبل التغييرات اللي عملها النادي الاهلي اللي خليته سيطر ثاني على المباراه وكان خلى عزل الاستحواذ خالص عن وادي دجله ده خلاه خلق فرص اكتر لاحراز الاهداف على الرغم من وادي دجله احرز الهدف اللي اتلغى دوت لكن الاهلي كان مع وقت كبير للاستحواذ وساب بس الفتره دي الاستحواذ لوادي دجله. رجل المباراه من وجهه نظرك مستر مانويل كوما شايف ان اكثر لاعب في جوه 18 على الرغم ان جاتلوش فرص كتيره وجاتلوش كور كتير وعرضيات جوه 18 هو كان مروان ولا هو رجع سرد الثقة تاني بعد الهدف اللي جابه في الجونة بعد مباراة الزمالك والنهارده ابتدى المباراة وجات له في أول دقايق كور عرضية كان ممكن من الرأسيات يحرز فيها هدف وجاب جون ممتاز من رأسية اللي أنهى الشوط الأول. هو ممكن يكون رجل المباراة لأن هو من ناحية النفسية ومن ناحية المعنوية قدر يتخطى كل الانتقادات اللي اتوجهت له في الفترة اللي فاتت اللي كانت هدامة الانتقادات ديت لكن هو لعب دخل وادى نفسه للمباراة وتفانى في اللعب وعشان يتخطى اللحظة ديت واحسن رد ادى الانتقادات اللي كانت بتتكلم وحش جدا عنه كلاعب هو احرز هدفين اللي بين ان هو ذهنيا هو لاعب قوي جدا استحمل كل الانتقادات والرد اللي اداه ان هو كراس حربه يهرس اهداف وانا شايف انه كان راجل المباراه عشان الاسباب دي. اشكرك شكرا جزيلا مستر مانويل وعلى تواصل المباريات القادمه ان شاء الله واكيد الكابتن ناصر عباس هيحسم الجدل التحكيمي في الكورتين اللي كان عليهم قلق الشوط الاول والشوط الثاني ولكن اعتقد